بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. أخبار جديدة وكواليس جديدة هتعرفوها معانا النهاردة في الأشبال. في الجزء الثاني النهاردة إن شاء الله من حلقتنا هيكون عندنا اثنين من لاعبي فريق الشباب في النادي الأهلي، عبد الرحمن مانو ومحمد رضا، اثنين من العناصر المبشرة إن شاء الله اللي بينتظرهم مستقبل كبير مع النادي الأهلي. عبد الرحمن مانو كان معار لفيوتشر وأدى أداء رائع، وعودة مرة أخرى إلى شباب النادي الأهلي، هيكونوا ضيوفنا إن شاء الله في الجزء الثاني. لكن في بداية حلقتنا وكلامنا عن النادي الأهلي، منذ قليل في الصالة المغطاة في النادي الأهلي بالجزيرة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية وتفويض مجلس إدارة النادي الأهلي بجدول الأعمال واعتماد الميزانية. لما بقول الخبر ده يدل على أن هناك ثقة كبيرة من الجمعية العمومية بالنادي الأهلي في مجلس إدارتها برئاسة الكابتن محمود الخطيب. حتى النهاردة الكابتن محمود الخطيب أثناء حضور عدد قليل جدا النهاردة وجه لهم الشكر والتحية وحضورهم، ودايما يعني حرص الجمعية العمومية دايما اهتمامها بناديها، فوجه لهم الشكر وقال حتى دايما لو في اختلاف دايما الاختلاف بيكون لمصلحة النادي الأهلي. دي بعض الصور من الأمس والنهاردة، أعداد قليلة جدا حضرت الجمعية العمومية، لكن في النهاية لم يكتمل النصاب القانوني وتفويض لمجلس إدارة النادي الأهلي في جدول الأعمال واعتماد الميزانية. ودايما عضو الجمعية العمومية في النادي الأهلي دايما عنده وعي كبير وحرص كبير على ناديه، ودايما في احترام كبير متبادل بين مجلس الإدارة وأيضا الجمعية العمومية. هنروح للخبر حديث الشارع الرياضي، حديث العالم كله هو كأس العالم، كأس العالم اللي كل الطوائف وكل الناس دلوقتي بتستمتع بمباريات كأس العالم. كأس العالم 2022 في قطر من أحلى كؤوس العالم اللي اتلعبت، أولا من حيث التنظيم، من حيث الفنيات، والسنة دي جاي من حيث الفنيات. إن دايما كنا بنشوف كأس العالم بيجي في نهاية الموسم، دايما بيكون اللعيبة عندها تشبع ذهني وفني، لكن السنة دي جاي بعد الشهر الثالث من بداية الموسم، كل اللاعبين في فورمة جيدة. طبعا في لعيبة كبار ما حلفهمش الحظ بسبب الإصابات، لكن كأس العالم ممتع جدا، بنشوف مباريات قوية، بنشوف منتخبات قوية، في فرق مرشحة. دايما البرازيل لما بنتكلم عن كأس العالم دايما من أولى أو أول الفرق المرشحة للحصول على كأس العالم، بنشوف فرنسا، بنشوف الأرجنتين أيضا رغم الخسارة من السعودية في المباراة الأولى، لكن يظل الأرجنتين من الفرق المرشحة، فرق كبيرة جدا بنشوفها في كأس العالم. كمان سعداء كلنا بالأداء العربي لما بنشوف قطر اللي خلاص خرجت يعني أو عدم صعودها مشاركتها في كأس العالم، بنشوف منتخب تونس، بنشوف منتخب المغرب والأداء الرائع، بنشوف منتخب السعودية، كلها منتخبات عربية شقيقة، كلنا كعرب بنكون سعداء بمشاركات الفرق العربية. أيضا بنبارك منذ قليل صعود فريق من القارة الأفريقية، فريق السنغال اللي عنده عناصر كبيرة وكان صاحب الصعود على حساب مصر في التصفيات ووصوله إلى نهائيات كأس العالم. أنا كمصري لما بشوف كأس العالم بالتنظيم وبالروعة في بلد عربي، بشوف عدد كبير جدا من الجمهور العربي حاضر، ببقى حزين شوية إن منتخب مصر مش موجود في كأس العالم. ولما بقول منتخب مصر يعني بتكلم عن أكتر من 100 سنة كرة قدم. منتخب مصر أو مصر بالذات اللي أسست الاتحاد الأفريقي من أولى الفرق في القارة الأفريقية، تاريخ كبير جدا، وإحنا منذ شهور قليلة بنحتفل بمرور 100 سنة على تاريخ الكرة المصرية، ببقى سعيد بالتاريخ الكبير، لكن في نفس الوقت ببقى حزين على عدم وجود مصر في كأس العالم. لما نرجع بالتاريخ والماضي بنشوف مشاركات مصر في كأس العالم قليلة جدا وضئيلة جدا بتاريخها الكبير. بنشوف مشاركة مصر في 34، مشاركة مصر في 90 في إيطاليا، و2018 في روسيا، عدد قليل جدا على التاريخ الكبير لمصر، على اللعيبة والمواهب الموجودة في مصر. فالنهاردة أتمنى من السادة القائمين على الكرة في مصر لازم يبقى عندنا خطة واضحة، عندنا رؤية واضحة، عندنا خطة ل2026. النهاردة لو احنا بنفكر ان احنا مجرد نوصل كأس العالم فما بقاش ده الإنجاز، ان الإنجاز بطولة كأس العالم القادمة 2026 هتكون بمشاركة
48 منتخب. احنا دلوقتي 32، عدد المقاعد الافريقيه في كاس العالم القادمه هتزيد، هتوصل ل10 منتخبات، بعد ما كانت 5 هتزيد ل10، الضعف. هتكون ان شاء الله فرصنا اكبر، لكن النهارده الناس القائمين على الرياضه في مصر اتمنى التخطيط مش مجرد مشاركتنا. بنشوف السعوديه وهي بتشارك في كاس العالم السابقه في روسيا وخسارتها في مباراه الافتتاح امام روسيا بخماسيه، بترجع اقوى من الاول وتفوز على فريق مرشح هو الارجنتين. هو ده التخطيط، التخطيط للمستقبل. اتمنى ان يكون عندنا تخطيط للمستقبل لاربع سنين قادمه. جبنا جهاز فني فيتوريا كل الدعم ليه، لكن النهارده الرؤيه لازم تكون لاربع سنين، حتى اختيارات اللاعبين والعناصر السنية الصغيرة مع عناصر الخبرة الموجودة لازم نخطط لاربع سنين. التخطيط ايضا ما بيكونش للمنتخب بس. النهاردة بنشوف في المانيا وفي البرازيل وفي كل الدول المتقدمة التخطيط بيبتدي من قاعدة الناشئين. مرة في حواري مع الدكتور حسن مصطفى، الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وهو قامة كبيرة جدا مش في مصر بس، في العالم، واحد من اللي صنعوا النهضة الرياضية في كرة اليد في مصر. دلوقتي كلنا بنفتخر ان كرة اليد المصرية بقت موجودة على الخريطة العالمية. مشاركتنا في كأس العالم ما بقتش ترتقي المشاركة بس، لا ده بقينا بننافس على مراكز متقدمة. أخدنا قبل كده كأس العالم في الناشئين، خدنا وصيف العالم، بقينا دلوقتي بنقف على منصات التتويج. ففي مرة بسأل الدكتور حسن مصطفى، بقول له يا دكتور حسن وحضرتك صانع نهضة كبيرة جدا في كرة اليد المصرية، لو النهاردة عايزين نكون كرة القدم المصرية زي كرة اليد المصرية وما نكونش ضيوف، لا ده احنا نكون ضيف دائم في كأس العالم لكرة القدم، ايه المطلوب او ايه الرسالة توجهها للقائمين على كرة القدم المصرية؟ قال حاجتين. اول حاجة الاهتمام بقاعدة الناشئين ومسابقات الناشئين. تاني الاهتمام بقاعدة الناشئين ومسابقات الناشئين. تاني حاجة الاهتمام ببطولة الدوري الممتاز، يكون عندك بطولة قوية، عندك بطولة منتظمة، عندك تهتم بعناصر اللعبة ومن ضمنهم الحكام عشان ترتقي بالدوري الممتاز. هما دول الحاجتين نتمنى ان احنا نشتغل عليهم. حتى بنشوف بطولة الدوري المرتبط في اليد، ازاي تقوي فرق الناشئين في اليد عندك عشان النتائج مرتبطه بالفريق الاول. هو ده التخطيط، وهي دي الرؤيه للمستقبل. اتمنى القائمين على الرياضه المصريه انهم ياخدوا بالاسباب، دايما يكون عندنا تخطيط. وانا بتكلم واحنا دلوقتي ما عندناش مدير فني للاتحاد المصري لكره القدم. تخيلوا لو قلنا الدكتور جمال محمد علي هو مسؤول عن تطوير المدربين، لكن مين اللي بيخطط؟ مين اللي بيحط مسابقات الناشئين؟ مين يقول المسابقه دي نهتم بيها؟ ومين المسابقه دي يبقى شكلها بالشكل الفلاني؟ مين المسابقه دي تبقى بالطريقه الفلانيه؟ مين النهارده؟ ما عندناش للاسف. منتخب زي 2006 اللي خرج وفيه عناصر مبشره جدا، عناصر اتوقع ان اللعيبه هتكون في الدوري الممتاز مع انديتها وتكون في منتخب مصر الاول. المنتخب ده مصيره ايه؟ يا ترى مجرد خروجنا خلاص؟ كل واحد يقعد في بيته او كل واحد في ناديه؟ هي دي الرؤيه وهو ده التخطيط. واتمنى ان شاء الله التوفيق للمسؤولين عن كره القدم المصريه، التخطيط للافضل خلال الفتره القادمه. النقطه الثانيه واحنا بنتكلم عن النادي الاهلي، النهارده شهر نوفمبر واحنا بنقول من الشهور اللي وش السعد دايما على النادي الاهلي وعلى جمهوره، ودايما فيها احتفالات عظيمه واحتفالات تاريخيه. واحنا النهارده 29، منذ يومين كان ليلة 27 نوفمبر، وده من التواريخ أو من الأيام الحلوة، الأيام اللي تحمل دايما ذكريات جميلة عند جمهور النادي الأهلي، وهو نهائي القرن. نهائي القرن كما قيل من البعض، نهائي القرن احنا دايما كنا بناخد مباراة أفريقيا نهائي أفريقيا، لكن البعض صورها نهائي القرن اللي توج فيه النادي الأهلي بالبطولة التاسعة، البطولة الغالية، بطولة القضية ممكن. ودي من المباريات الحلوة جدا اللي دايما بيتذكرها جمهور النادي الأهلي. بالمناسبة احنا لما بنتكلم عن التاريخ أو عن الماضي، احنا الحمد لله تاريخ النادي الأهلي كبير، لكن مستقبلنا كمان كبير. المستقبل بعد المباراة دي الحمد لله حصلنا على بطولات، خدنا بطولة العشرة في أفريقيا، خدنا 2 سوبر
افريقي، اخذنا بطوله كاس مصر، 2 برونزيه كاس العالم، ومنذ ايام قليله خدنا السوبر المصري اللي كان في الامارات. فالحمد لله احنا لما بنحتفل بذكرى او بتاريخ او مباراه تاريخيه، ده ما يمنعش ان احنا الحمد لله مستقبل النادي الاهلي وحاضره دايما في تقدم وفي ازدهار وفي بطولات. البطوله دي بتحمل مشاعر جميله عند كل جمهور النادي الاهلي، لكن هوري حضراتكم خاصه بقى عند جمهور النادي الاهلي العظيم السند ودايما داعم لنادي فرحه جمهوره. هنشوف الفيديو ده من الفيديوهات الحلوه اللي دايما بيتذكرها جمهور النادي الاهلي. احساس حلو، احساس جميل، ان المشاعر دي مشاعر صادقه من جمهور النادي الاهلي البسيط، الجمهور اللي دايما بيدفع من جيبه علشان يشجع النادي الاهلي. فدي احتفالات جمهور النادي الاهلي البسيط، اوعى يجي لك قفشه. فدايما دايما نتذكر بهدف محمد مجدي قفشه من الاهداف الحلوه والاهداف اللي دايما هتعيش خاصه في مباريات نهائي افريقيا. واحنا بنتكلم عن النهائي الافريقي، عندنا مباراة مقبلة يوم الجمعة إن شاء الله، مباراة مهمة جدا في بطولة الدوري الممتاز وعودة مرة أخرى إلى الدوري الممتاز. النادي الأهلي كان لعب 3 مباريات في بطولة الدوري السنة دي مع مستر كولر، الحمد لله العلامة الكاملة في 3 مباريات. عندنا مباراة مهمة جدا أمام طلاع الجيش. ابتدينا بعد فترة الراحة مباراة المقاولين في كأس مصر، ودايما كأس مصر من المباريات اللي بتحمل دايما مفاجآت، فعلشان كده الناس كانت متخوفة شوية من الأداء، لكن دايما النتيجة بتكون مهمة جدا في بطولة الكاس، إن دايما دايما الكاس بيحصل فيه مفاجآت، لكن الحمد لله النادي الأهلي قدر يفوز بفضل الله ثم بفضل محمد الشناوي اللي كان ليه دور مهم جدا في ركلات الجزاء، ودور ميشيل يانكوني والجهاز الفني كمان ما شاء الله. لكن عندنا مباراة مهمة يوم الجمعة، مباراة طلاع الجيش. ودايما لما بنتكلم عن مباراة طلاع الجيش بتذكر الموسم الماضي، تعادلنا ماتشين مع طلاع الجيش، مباراه الدور الاول ومباراه الدور الثاني. فعلشان كده بدي جرس انذار من دلوقتي، بدي جرس انذار من دلوقتي، مباراه طلاع الجيش القادمه في بطوله الدوري هتكون مباراه صعبه، مباراه مهمه، محتاجين اللعيبه تركز، محتاجين 3 نقاط فيهم، 3 نقاط هيدوك دفعه للفتره المقبله علشان مشوار الدوري. ودايما هدف النادي الاهلي هدف كبير، احنا السنه اللي فاتت خسرنا بطوله الدوري، فالنهارده اللعيبه مطالبه السنه دي ان شاء الله نرجع البطوله اللي دايما محببه لجمهور النادي الاهلي. علشان كده لازم اهتمام كبير من اللعيبه، طبعا من الجهاز الفني، لازم يكون في تركيز كبير علشان ربنا يكرمنا ان شاء الله بثلاث نقاط مهمين جدا في مشوار بطوله الدوري. ده جزء طبعا من تدريبات الفريق الاول واستعدادات اللعيبه، وشايفين يعني في ناحيه ايجابيه كبيره واللعيبه على اتم الاستعداد. وعوده محمد عبد المنعم مره اخرى بنقول له الحمد لله على السلامه، عوده حمدي فتحي من العناصر المهمه، والنادي الاهلي محتاج كل اللعيبه. عايز اربط كلامي مع قطاع الناشئين مع فريق بيقدم عظمه وروعه في النادي الاهلي، فريق سله النادي الاهلي. فريق سلة النادي الأهلي مع أوجستي فريق بيفكرني بالنادي الأهلي في 2005، بالجيل اللي أنا كنت أتشرف إن أنا أنتمي ليه. وإحنا في 2005 ما كناش بنسيب بطولة لأي منافس،
فريق 2000 فريق سله النادي الاهلي مع جوستي فريق بيقدم روعه روعه، مش في المكسب بس، لا في الروح، في الاداء، في الرغبه في الفوز بالبطولات. تحس ان اللعيبه مش شبعانه بطولات. اخر بطوله اخدها فريق سله النادي الاهلي بطوله المرتبط، بعد ما خسر النادي الاهلي البطوله العربيه باداء اكثر من رائع، وكان في ظلم تحكيمي كبير في البطوله العربيه، بيعود فريق سله النادي الاهلي مع اوجستي اقوى من الاول. بنشوف النهارده هو بيفوز على الاتحاد السكندري والاتحاد في السله، بنقول من الفرق المحترمه جدا 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 في هذه اللعبه، وليه شعبيه كبيره جدا. لكن عاجبني جدا الروح والاصرار والعزيمه. شايفين اللقطه الحلوه، فريق المرتبط شباب النادي الاهلي، الشباب عندهم 16 سنه وهنا بيفوز على الاتحاد السكندري، والنهارده بنطمن على مستقبل النادي الاهلي. بنشوف تواصل الاجيال، زي ما قدرت تبني فريق قوي، النهارده كل جمهور النادي الاهلي بيستمتع بيه، النهارده الحمد لله برضو المستقبل جاي مع فريق محترم في مرتبط النادي الاهلي. هو ده التخطيط السليم، هو ده مجلس الاداره اللي بيشتغل، هي دي اللعيبه اللي انا عايز اشوفها في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. هو ده المثل، وهو ده اللي لازم يتعلمه شباب النادي الاهلي وفرق الناشئين في النادي الاهلي، دايما الرغبه في المكسب، الفوز بكل البطولات، حتى لما بتخسر بطوله زي البطوله العربيه الجماهير كلها والناس بتسقف لك وبتحترمك. هو ده الاداء. واحنا كمان في جيلنا في 2005 لما كنا بنخسر بطوله كان الجمهور بيطلع ويحيينا علشان اللعيبه كلها ما قصرتش. هي دي الرساله والمفاهيم لازم يعرفها اولادنا داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. زي ما النادي الاهلي بيقدم روعه في العاب في كره القدم وفي العاب الصالات، برضه من حيث الانشاءات هنشوف دلوقتي لقطات حلوه جدا. النادي الاهلي فرع التجمع، زي ما بنشوف النادي الاهلي في الجزيره وفي مدينه نصر وفي الشيخ زايد، النادي الاهلي بيضيف للمؤسسات الرياضيه والمنظومه الرياضيه في مصر، ايضا الاهلي في التجمع. صراحة النادي الأهلي في حتة الإنشاءات أو من حيث قدوم مجلس الكابتن محمود الخطيب، طبعا كل المجالس الأخرى بنشوف طفرة إنشائية كبيرة جدا في كل الفروع، زي ما احنا شايفين مع بعض في الصورة. بعد أيام قليلة إن شاء الله وهيتم الإعلان عن افتتاح هذا الفرع، هيكون في التجمع، وده بيضاف إلى البنية التحتية في مصر. لما تشوف النادي الاهلي في التجمع بالعظمه والروعه، تكلفته ما يقرب من 1,600,000,000 ثمن الارض وثمن المنشات اللي داخل هذا الفرع. النادي الاهلي النهارده هو نادي، لما بنتكلم عن الوطنيه، فالنهارده شوف فرع التجمع لما يستقبل ايضا النهارده ناس جديده عشان تشتغل. النادي الاهلي بيفتح بيوت ناس عاملين جدد هيشتغلوا في هذا الفرع ويعملوا في هذا الفرع. فإذا النادي الأهلي النهارده بيفتح مجال كمان لتوظيف شباب. مش دور النادي الأهلي إنه مجرد لعبة أو كرة قدم أو بيكسب بطولة، هو دور النادي الأهلي النهارده مع بلده مع مصر، كأنك بتفتح مشروع النهارده استثماري. إزاي تقدر يبقى في أيدي عاملة تشتغل في هذا الفرع وتفتح بيوت ناس مصريين؟ الحاجة التانية، أنت بتصدر كمان للدولة المصرية أبطال. لما تشوف عندك ملاعب في كرة القدم، أيضا في السلة، في اليد، في الهاندبول، في كل الألعاب، بتطلع أبطال لمنتخب مصر، فهو ده دور النادي الأهلي. كمان يضاف للنادي الأهلي لما نشوف النادي الأهلي وهو بيستقبل البطولات الكبرى في الألعاب، لما نشوف في صالة عبد الله الفيصل في الجزيرة بطولات السلة، بطولات اليد، بطولات الطايرة. بنشوف أيضا في مدينة نصر وفي مجمع حمام السباحة في مدينة نصر وهو بيستقبل البطولات الكبرى. أيضا كمان في فرع التجمع إن شاء الله هنشوف استقبال بطولات كبرى. علشان كده بقول دايما دور النادي الأهلي دوره كبير جدا، وأيضا فرع التجمع هيضاف إلى الصروح العظيمة للمنشآت الرياضية في مصر. حاجة صراحة كلنا بنفتخر بيها كأهلوية، كجماهير للنادي الأهلي، كأعضاء الجمعية العمومية، يكون عندنا، أنا بسميه منتجع النادي الأهلي في التجمع، مش مجرد نادي بالمنشآت بكم الفلوس اللي اتصرفت على هذا الفرع. فده النهاردة حاجة عظيمة بنفتخر بيها كلنا كأهلوي. أخيرا قبل ما أروح للفاصل،
عايز اكلم حضراتكم بقى في امر قبل ما اروح للفاصل، وهو امر الاستفتاءات. لما بنشوف استفتاء وبيحدث تكريم، وده بيكون شيء طيب مع نهايه كل موسم، بيحصل مثلا استفتاء، بيحصل تكريم لبعض الرموز او النجوم او الاشخاص، فده بيكون شيء طيب. لكن دايما الاستفتاء لازم يكون له مصداقيه. مصداقيته لما يكون في شفافيه ويتم الاعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي من حيث التصويت، او النهارده مدي مجال للتصويت للجماهير في الاستفتاء، او يكون في نخبه من الصحفيين علشان النهارده يقدروا يصوتوا ويبقى ليهم راي ومشاركه في الاستفتاء. دايما النادي الاهلي لما بيشارك في استفتاءات بتكون استفتاءات عالميه، استفتاءات فعاله، ليها مصداقيه، ليها شفافيه. شفنا قبل كده النادي الاهلي في جلوب سوكر في دبي، ودي من المؤسسات الكبيره جدا. النهارده لما تم اختيار لجنه علشان اختيار الافضل في جلوب سوكر، كان في لجنه من الصحفيين، وايضا فتح مجال للتصويت للجماهير. ولما بنقول جمهور النادي الاهلي ما شاء الله ما بتوصوش في اي استفتاء. دي صوره من الصور العظيمه كانت في جلوب سوكر واستفتاء جلوب سوكر. كابتن محمود الخطيب، كريستيانو رونالدو، وده كان في الامارات في دبي. ايضا الاستفتاء الاخر كان ايضا في جائزه محمد بن راشد للابداع. برضو كان لما حصل الاستفتاء واحنا شايفين كابتن محمود الخطيب وهو بيتسلم الجائزه، برضو في نخبه كبيره جدا من الصحفيين، في معايير بيتم اختيار الافضل، بيتم وضع معايير عشان اختيار الافضل، وايضا فتح مجال للجماهير للتصويت. علشان كده استفتاءات اللي بيفوز بيها النادي الاهلي دايما بيكون فيها مصداقيه، دايما بيكون فيها شفافيه، دايما بتلقى تسليط كبير من الضوء من الاعلام عليها. زي ما احنا شايفين ابرز نجوم العالم موجوده في هذا التكريم، كابتن محمود الخطيب طبعا رئيس النادي الاهلي، واختيار النادي الاهلي هو الافضل، كان واخد بطولات كبيره جدا، بطولات افريقيا، السوبر الافريقي، محمد بن راشد للابداع كان ملف كبير جدا. اما هناك بقى استفتاءات اخرى ممكن تصحى من النوم تسمع عن استفتاء وناس تانية تفوز بيه، هو ده اللي احنا بنشوفه. اتمنى الاستفتاءات دايما يكون ليها مصداقية. نروح لفاصل، وبعد الفاصل اخبار الناشئين والاشباه. اهلا بحضراتكم من جديد. منتخبنا الوطني مواليد 2003 بقيادة الكابتن محمود جابر يستعد ان شاء الله لبطولة امم افريقيا اللي هتكون في مصر في فبراير المقبل. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني. يعني منذ ايام قليله كان عندهم معسكر وانتهى، وفي شهر ديسمبر المقبل هيكون عندهم معسكر تاني. نروح نطمن من الكابتن كرم مرسي المدرب العام لمنتخب مصر على منتخبنا الوطني. تحياتي ليك يا كابتن كرم. تحياتي ليك يا كابتن اسامه، وانا سعيد ان انا موجود مع حضرتك. طمنا على منتخبنا، منتخب 2003، خاصه ان جماهير المصريه بتعقد امال كبيره جدا على هذا المنتخب بعد الاداء الرائع في البطوله العربيه في السعوديه. طبعا الحمد لله، طبعا الاداء الرائع اللي كان في البطوله العربيه اديت ثقه للجمهور المصري فينا ان الفريق عنده المقدره والقدره ان شاء الله ان هو يحقق الطموح او الهدف ان احنا نوصل ان شاء الله لبطوله افريقيا نحصل عليها، والوصول طبعا لكاس العالم ان شاء الله. عشان برضو المشاهد وهو بيتابعنا، البطوله هتكون في فبراير في مصر صح كده؟ ان شاء الله في 18/2 ان شاء الله. 18/2 اللي بيوصل لكاس عالم كم فرقه؟ اربع فرق. اللي بيوصلوا الدور قبل النهائي الاربعه بيوصلوا لبطوله كاس عالم ان شاء الله. طيب ان شاء الله تكون لنا نصيب ان شاء الله. واحنا بنتكلم البطوله خلاص يعني بعد شهرين، الايام اقتربت يعني البطوله. طمنا بقى، هل النهارده كابتن محمود جابر وصل للقوام الرئيسي لمنتخب مصر، ولا لسه برضه عنده بعض المراكز لسه بيدور وبيشوف فيها؟ لا يعني احنا طبعا في معسكرات الفتره اللي فاتت دي بتبقى قصيره، يعني لمده 10 ايام بنحاول ان احنا نشوف برضه عناصر جديده ونطمن برضه على العناصر اللي كانت معانا، وفي غيابات كانت بتحصل. يعني احنا المعسكر اللي فات ده كان فيه غيابات، ففي ناس جديده انضمت لينا
شفناها وتاكدنا يعني من مستواها. وعندنا معسكر ان شاء الله في شهر 12 الشهر الجاي ان شاء الله، ده هيبقى اخر معسكر بقى ان احنا نشوف اي حد او عنصر جديد او كده. وبعد كده ان شاء الله لنا قبل البطوله في مده شهر دي خلاص هنكون استقرينا ان شاء الله على المجموعه اللي هندخل بيها البطوله باذن الله. سعداء لما بتشوفوا عدد كبير دلوقتي من منتخب 2003 وهو بيشارك مع انديته في الدوري الممتاز او ايضا كمان بيتمرن مع الفريق الاول؟ كابتن اسامه، يمكن انا اتكلمت مع حضرتك قبل كده ان احنا كل لاعب بيوصل للفريق الاول بتبقى سعادتنا احنا وسعداء جدا، لان المستوى بيختلف، الملاعب اللي هو بيتمرن عليها مختلفه، القوه والخبرات اللي بياخدها من اللعيبه الموجوده في النادي دي بتزيدنا احنا كمنتخب، يعني بتزيد اللعيبه معانا، وان احنا لما بيجولنا في تطور اكتر يعني. فطبعا احنا سعداء جدا باي لاعب بيوصل للفريق الاول يلعب، ويا سلام لو لعب بصفه اساسيه يعني في الفريق الاول. تمام، الشهر المقبل عندنا معسكر منتخب مصر 2003، طمنا حطيتوا المباريات الوديه ولا لسه؟ احنا في مباراتين ان شاء الله غالبا هيبقى مع زامبيا. كويس. ان شاء الله، ويعني احنا كان عندنا معسكر من 10 ايام بالظبط ولعبنا مباراتين ودي مع بنين، كانت تجربه كويسه لينا يعني، قدرنا ان احنا ندي فرصه لعناصر جديده. كويس. وفي عناصر ما كانتش معانا في البطوله العربيه. يعني كان مع شفت مصطفى مخلوف وهو بيصد ركله الجزاء كان موجود معاكم المعسكر الماضي. لا مش ضربه الجزاء بس، ما شاء الله يعني هو قدم مباراه كويسه جدا المباراه اللي فاتت، هو لعبها بصفه اساسيه مصطفى مخلوف، وكان معانا كريم الدبيس ما كانش معانا برضو في البطوله حقيقة. العربيه واحمد شريف ومحمد فارس من الاتحاد وفارس حاتم، دلوقتي العناصر ما كانوش موجودين معانا في البطوله العربيه، يمكن خدوا فرصه وكانوا موجودين معانا في المباراتين بتاع بنين. كسبنا مباراه والمباراه الثانيه كانت تعادل. يمكن حضرتك بتتكلم على مصطفى، مصطفى مخلوف قدم مباراه كويسه رغم ان احنا كان في طرد حصل عندنا ولعبنا ناقصين، بس مصطفى من العناصر اللي كانت كويسه قوي في المباراه، كل يعني قدرنا نوصل لناس كتير عناصر كتيره بصفه ان شاء الله يعني نستفيد منهم الفتره الجايه، وده في النهايه بيصب لمصلحه منتخب مصر. اخيرا يا كابتن كرم، قول لي بقى القايمه النهائيه ان شاء الله اللي هتشارك في البطوله امتى هيتم الاعلان عنها؟ هو زي ما قلت لحضرتك المعسكر الجاي في شهر 12 هيبقى بعد المعسكر ان شاء الله، هيبقى المعسكر الاساسي بقى بتاع البطوله. يعني احنا لينا معسكر ان شاء الله توقف الدوري 2003 هيبقى في شهر 1 14/1 ان شاء الله، من الفتره دي للبطوله ان شاء الله هيكون استقرينا على العناصر اللي بتدخل معانا، مش اسم القوام الاساسي النهائي يعني. هيبقى ممكن معانا 30 لاعب نقدر نوصل بيهم للقائمه بتاعت البطوله، لان انت عارف البطولات دي بتبقى 21 لاعب. لازم تاخد عدد زيادة عشان إصابات أي حاجة. طبعا، فهناخد العدد زيادة لا قدر الله حصل أي ظروف يعني خارجة. كل التوفيق إن شاء الله يا كابتن كرم للجهاز الفني واللعيبة، وإن شاء الله يعني تكونوا عند ثقة المصريين إن شاء الله اللي تضعها عليك وتعملوا بطولة كبيرة وتقدروا وتفرحوا المصريين كلهم إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله، أشكرك شكرا جزيلا كابتن كرم مرسي المدرب العام لمنتخب مصر للشباب. نروح بقى للنادي الأهلي وهنبتدي أخبارنا مع فريق 2001، فريق شباب النادي الاهلي اللي بعد ما فاز على الزمالك وكنا زعنا المباراه هنا لحضراتكم 2-1، اهلي 2001 يفوز على الاسماعيلي بثلاثيه نظيفه في دوري الجمهوريه. جاءت ثلاثيه الاهلي عن طريق عبد الرحمن اشرف مانو اللي هيكون ضيفنا النهارده، وبالمناسبه جاب هدف من الاهداف العالميه هنعرضه لحضراتكم وهو موجود معانا في الجزء الثاني. الهدف الثاني شادي رضوان والهدف الثالث علي نادر. نروح لأهلي 2003 يفوز على البنك الأهلي بثنائية في بطولة الجمهورية، ده في الأسبوع قبل الماضي. افتتح محمود حمدي التسجيل للأهلي في الشوط الأول بتسديدة قوية، والشوط الثاني أضاف ميدو أسامة الهدف الثاني من رأسية رائعة. أهلي 2003 في بالأمس أهلي 2003 يتعادل مع بيراميدز في بطولة الجمهورية. نروح لفاصل وبعد الفاصل نشوف بقى الأهداف اللي احنا سجلناها لحضراتكم هنا على قناة الأهلي، ملخصات مباريات قطاع الناشئين، ونرجع لحضراتكم بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد، لسه أخبارنا مستمرة مع قطاع الناشئين بالنادي الأهلي وأيضا مع فريق آخر، فريق من الفرق المميزة. أهلي 2005 يتعادل مع فيوتشر في بطولة الجمهورية في المباراة السابقة. افتتح فارس خالد التسجيل للأهلي من ركلة الجزاء، ثم أضاف الهدف الثاني، وخلال الشوط الثاني تمكن فيوتشر من تسجيل هدفي التعادل. أيضا مع أهلي 2005 يفوز على الزمالك
بهدف في بطولة الجمهورية. ده الخبر الثاني. احنا ما كناش زعنا المباراة هنا لحضراتكم، لكن عندنا ملخص المباراة. فوز الأهلي على الزمالك 1-0، كان أحرز النادي الأهلي محمد عبد الله، كان من الأهداف الحلوة. نروح نشوف مع بعض ملخص فوز الأهلي على الزمالك مواليد 2005 1-0. ده كان ملخص فوز الاهلي مواليد 2005 على الزمالك. نروح نشوف هدف فوز النادي الاهلي على الزمالك، هدف من الاهداف الحلوه والاهداف الملعوب. يا ريت مخرجنا الجزار يورينا الهدف. هنا معتز محمد بيعمل كره طويله لمحمد زعلوك المهاجم الجديد للنادي الاهلي والوافد من وادي دجله. الاستلام هنا من الاستلامات الحلوه جدا، سهلت عليه التسديد، لكن المتابعه من محمد عبد الله النهارده بياخد الكرة من لمسة واحدة قبل ما تنزل على الأرض وبرجليه اليمين ما بيلعبش بيها. ده من الأهداف الحلوة. الهدف طيب. نروح نشوف لقاءات ما بعد فوز الأهلي على الزمالك 1-0. مبروك للنادي الاهلي، مبروك للعيبه، للجهاز، لرئيس قطاع الناشئين كابتن خالد، كابتن مايكل، مبروك للنادي الاهلي. مباراه كانت صعبه، فريق الزمالك السنه دي احسن بكتير من السنه اللي فاتت. الحمد لله كانت بس اول 10 دقائق كده كان في شويه زي ما بنقول حمى البدايه، لكن الحمد لله بعد كده قدرنا نستحوذ على الكوره، خصوصا الشوط الثاني قدرنا نستحوذ على الكوره، نلعب لعبنا. اللعيبه كانت رجاله، فبشكرهم على النتيجه والحمد لله. يعني المكسب النهارده خلانا نستعيد تاني المركز الاول اللي احنا متعودين عليه، فمبروك للعيبه وللجهاز ولكل النادي الاهلي. يعني اول حاجه حابب اشكر اللعيبه، كانت رجاله قوي النهارده، وحابب اشكر كابتن علاء، وحابب اشكر الجهاز الفني، يعني عملوا معانا شغل الاسبوع ده. طبعا حضرتك عارف ان احنا بنلعب 3 ماتشات في اسبوع واحد في 8 ايام، فدي حاجه مرهقه جدا، بس مع الريكفري والشغل وده كله والحمد لله كنا رجاله النهارده وقدرنا نكسب 1-0. الحمد لله. الحمد لله. الاول احب اشكر الجهاز الفني واللعيبه. احنا في فتره فاتت مرينا بظروف صعبه، تغيير الجهاز مرتين، بس اللعيبه كانت رجاله وعلى قد الوعد. واشكر برضو الجهاز الفني على في الوقت القصير ده قدروا يحفظونا وقدروا نشتغل شغل حلو يبان في الملعب شكلنا كويس. اشكر اللعيبه الرجاله الاول على الاداء والرجوله، والحمد لله خدنا 3 بوينت. ماتش طبعا صعب من اوله، بالذات اهلي وزمالك منافسين وهو راكب علينا بفرق بونت، بس الحمد لله قدرنا نستغل الموقف ونكسب النهارده، ناخد 3 بوينت برجولتنا وبالاداء بتاعنا الحمد لله.
الحمد لله يعني بشكر ربنا على المكسب. عملنا ماتش قوي جدا ضد فريق الزمالك، قدرنا ان احنا ننفذ كل الشغل اللي كابتن علاء اشتغله معانا، مع انه يعني مسكنا في فتره قصيره، بس يعني قدر يشتغل معانا تكتيك كتير ونوصل وحفظنا، والحمد لله رحنا باكتر من كوره وربنا كرمنا الحمد لله بهدف. اهم حاجه المكسب والاداء كان رجولي، وما بين الشوطين طبعا كنا طالعين متعادلين، الاداء في الشوط الاول ما كانش احسن حاجه، فطبعا اتكلمنا في التكتيك اللي احنا ما عملناهوش وفي في الاخطاء، ويعني الحمد لله نزلنا الشوط الثاني حسنا الدنيا وخطفنا جون، كنا ممكن كمان نكسب يعني نجيب جونين او ثلاثه كمان، بس عادي الحمد لله حصل خير. وطبعا كان محفزنا ان الكباتن في الفريق الاول ينزلوا يتفرجوا علينا، بيدونا دفع ان احنا نبقى احسن، وانا كمان برضو الحمد لله بعد فضل ربنا عليا يعني اتصعدت كذا مره في الفريق الاول، فانا متعود على الضغوطات دي، الحمد لله على المكسب وان الناس معانا يعني وشايفانا دايما. ايضا بنبارك لفريق 2006 اللي فاز على فيوتشر برباعيه في بطوله الجمهوريه، سجل للنادي الاهلي يوسف اسلام وهشام مصطفى هدفين، واختتم الرباعيه عبد الرحمن النحاس. نروح نشوف مع بعض ملخص فوز الاهلي برباعيه على فيوتشر. ده كان ملخص فوز الاهلي على فيوتشر برباعيه في بطوله الجمهوريه مواليد 2006. نروح نشوف مع بعض اهداف النادي الاهلي في فيوتشر رباعيه، اهداف حلوه وملعوبه. يا ريت مخرجنا ده الهدف الاول لعبد الرحمن النحاس، هدف من الاهداف الحلوه من العرضيات. الهدف الثاني للاعب يوسف اسلام ايضا من كره ثابته متابعه جيده. هدف الثالث متابعة جيدة من اللاعب هشام مصطفى، وده من اللاعبين أيضا المميزين داخل قطاع الناشئين بالنادي الأهلي بينتظروا مستقبل كبير. والهدف الرابع أيضا للاعب نفسه هشام مصطفى.
نروح نشوف لقاءات ما بعد فوز الأهلي على فيوتشر برباعي. ألف مبروك لرجالتنا وألف مبروك لكابتن سعيد والإدارة مستر مايكل كابتن خالد. طبعا أسبوع صعب من بعد السفر، الشباب كله راجع من المنتخب، بنجهزهم في حالة نفسية. طبعا الأولاد كانوا يتمنوا إن هم يصعدوا تصفيات النهائية لبطولة أفريقيا، لكن الحمد لله الأولاد راجعين لنا من المنتخب. طبعا مش كله بيبقى تجهيز بدني وفني، لا بالعكس، الفترة اللي فاتت دي التمرينتين اللي فاتوا ان هم التجمع كان اربع، ما كانش فيه غير تمرينتين. كابتن سيد غريب لم الفرقة، دينا نلم شم اللعيبة، الحمد لله رب العالمين. اتكلمنا في الناحية النفسية ليهم والمستقبل قدامهم، مستقبلهم هم رجالة النادي الاهلي، تعرضوا لمواقف وهم رجالة والحمد لله النهاردة اثبتوا بمجهودهم وتعبهم في الملعب، وحضرتك شايف الاداء النهارده بسم الله ما شاء الله عليهم. طبعا احنا كنا تعاملنا مع الولاد طبعا من اول لما جم، بعد طبعا رجوعهم من الجزائر وكده، وكانوا طبعا ما حققوش الهدف اللي كان مطلوب، فتعاملنا مع الولاد بشكل نفسي كويس جدا، وقدرنا ان احنا في الفتره ديت ان احنا نرفع معنوياتهم وفكرهم واستعداداتهم للمباراه، ان احنا عندنا هدف اللي هو البطوله. البطوله بالنسبه للنادي الاهلي هي رقم واحد، فالحمد لله كلنا بنشتغل على هدف واحد هو البطوله، والولاد الحمد لله يعني مستوعبين كل حاجه وبينفذوا كلام كل تعليمات يعني وتوجيهات كابتن سيد غريب، والحمد لله يعني هم ماشيين بخطوات ثابته واللي جاي احسن ان شاء الله باذن الله. احنا هنا بالنسبه لحراسه المرمى في النادي الاهلي طبعا تحت قياده مستر ميشيل يمكن مدرب الفريق الاول للنادي، هو مشرف عام على مدربين حراس المرمى، فطبعا حطت لنا سيستم معين يعني، فالحمد لله رب العالمين في تطور ملحوظ في الفتره الاخيره يعني لكل حراس القطاع. وبالنسبة لمواليد 2006 طبعا عندنا أربع حراس مرمى على مستوى عالي الحمد لله، ومعنا عمر كامل هو اللي كان في المنتخب ورجع طبعا، بس اللي بدأ طبعا فتحي، لأن احنا عندنا يعني اللي هو برضه في الملعب يعني بيكمل، وكله هيلعب كله شارك الحمد لله يعني، حتى في مباريات كاس مصر شارك جريشه وشارك فتحي ادوا بمستوى كويس، وقبل السفر طبعا كان عمر مادي بشكل برضه كويس، فالحمد لله يعني احنا بالنسبه لنا الجاهز هو اللي بيلعب ومصلحتنا مصلحه الفريق يعني ككل. ولكن بالنسبه لحراسه المرمى انا بطمن الناس ان النادي الاهلي يعني في جميع المراحل السنيه طبعا يعني عندنا افضل حراس في مصر في كل منتخبات المراحل السنيه في حراس بالنسبه للنادي الاهلي، فبنطمن الناس ان حراس المرمى النادي الاهلي بخير الحمد لله. الحمد لله على الفوز يعني، والكابتن سعيد كان شغال معنا كويس جدا، حتى ما لحقش يشتغل معنا عشان التوقف الدولي، بس لما رجعنا اشتغل معانا وكان مجهز للمباراه، والحمد لله اشتغلنا معاه، ما اشتغلناش الا بين يومين ثلاثه بس الحمد لله ادينا وكسبنا الحمد لله. والله الكابتن قال لنا اللي هيلعب زي اللي مش هيلعب، كلنا فرقه واحده وكلنا على قلب راجل واحد، والحمد لله سجلنا ثلاث اهداف في الشوط الاول وهم الفرقه جابت جون، لو كنا سيبناهم كانوا هيطمعوا فينا، بس الحمد لله سجلنا الرابع على طول. الحمد لله احنا بنشكر. ايضا مبارك لفريق 2008 بفوزه بثلاثيه على انبي في بطوله الجمهوريه. نروح نشوف مع بعض اهداف فوز الاهلي بثلاثيه على انبي. معانا الهدف الاول احرزه حمزه الدجوي في الدقيقه 14، افتتح التسجيل للنادي الاهلي حمزه الدجوي برضه من اللاعبين المميزين. دي فرحه فريق 2008، دايما مواجهات الاهلي وانبي بتكون مواجهات قويه، انبي من القطاعات الناشئين المميزه وايضا النادي الاهلي من قطاعات الناشئين المميزه. الهدف الثاني اضافه اللاعب عبد الرحمن رامي مانو، الهدف الثاني كان في الدقيقه 43 في نهايه الشوط الاول، ركنها على يمين حارس المرمى. دي فرحة فريق لاعبي 2008 اللي بيتصدروا بطولة الجمهورية. ده الهدف الثالث لاعب بلال محمد عطية في الدقيقة 77 من ركلة جزاء صحيحة للنادي الأهلي، واللي سدد الكورة بلال محمد عطية ده من اللعيبة المميزة جدا، بينتظروا مستقبل كبير في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي. بلال محمد عطية وافتكروا معانا الاسم ده.
ده اللي هيسدد ركله الجزاء والهدف الثالث للنادي الاهلي وبيحمل القميص رقم 10. بيحط الكرة وبيرجع ثقة وهدوء وهو واحد من كباتن الفريق وبيحطها قوية على يمين حارس المرمى. بنبارك لفريق 2008 الفوز بثلاثية على فريق انبي. نروح لفاصل وبعد الفاصل اتنين من اللعيبة المميزة من فريق شباب النادي الاهلي عبد الرحمن مانو ومحمد رضا بعد الفاصل. يحظى قطاع الناشئين بالاهلي باهتمام خاص لدى مجلس إدارة النادي ولجنة التخطيط وبإشراف كامل من الكابتن محمود الخطيب الذي حمل على عاتقه أن يكون هو المصدر الأول للإمداد للفريق الأول. لم يكن المشوار سهلا نحو تطوير القطاع حتى يكون القوام الرئيسي للفريق الأول من أبناء النادي، فهناك جملة من اللاعبين المميزين بالفريق الأول مثل رأفت خليل وأحمد نبيل كوكا ومحمد أشرف ومحمد مغربي وغيرهم، وبعضهم معار مثل العربي بدر. كان المشوار طويلا وصعبا واحتاج للعديد من المراحل حتى نصل إلى أن يكون القطاع هو الإمداد الأساسي للفريق الأول. مراحل تكونت من تطوير وتحديث البنية التحتية والملاعب وحتى القطاع الطبي للناشئين، بجانب التطوير الفني للمدربين وكذلك هيكلة الشق المالي بإبرام عقود محترفين للاعبين المميزين مبكرا. وهناك لاعبون لهم تجارب رائعة ومنهم عبد الرحمن مانو ومحمد رضا وهم ضيوف حلقة اليوم في الأشبال. أهلا بحضراتكم من جديد. زي ما احنا شفنا في التقرير السابق اهتمام كبير جدا من قبل النادي الأهلي ومجلس الإدارة ولجنة التخطيط وقطاع الناشئين، وده ظاهر كمان في البنية التحتية في الملاعب في الإمكانيات المتوفرة جدا لقطاع الناشئين. إن شاء الله في المستقبل هنشوف لعيبة أكتر وأكتر بيخرجوا من قطاع الناشئين كما كان معتاد من قطاع الناشئين. وشفنا في الفترة السابقة لعيبة، شفنا محمد عبد المنعم، شفنا أحمد عبد القادر، بنشوف محمد أشرف اللي بدأ يدخل دلوقتي، شفنا لعيبة كتير. وبرضو معايا اتنين من لعيب الشباب، اتنين متوقع عليهم إن شاء الله مستقبل كبير جدا، أيضا اتنين من اللعيبة المميزة. محمد رضا شرفنا ونورنا يا محمد. يا كابتن اسامه ربنا يخليك، انا مبسوط ان انا مع حضرتك طبعا وفي قناه النادي الاهلي. عشان برضه جمهورنا النهارده يعرف، محمد انت من اللعيبه اللي تلعب فريق الشباب، تلعب في مركز وينج صح؟ او مركز 10. بلعب 10 تحت الفيرويد وبلعب على الاطراف برضه. على الاطراف. ايضا لعيبنا اللي مشرفنا الثاني عبد الرحمن اشرف مانو، لعيب برضه من اللعيبه المميزه، كان ليه برضه تجربه سابقه في فيوتشر خلال الفتره السابقه ادى فيها واخد بطولة كأس الرابطة مع فيوتشر. مشرفنا ونورنا عبد الرحمن. أهلا وسهلا بحضرتك يا كابتن، أنا متشرف وتنور مع حضرتك وإن شاء الله تكون حلقة حلوة الجمهور استمتع بيها بإذن الله. مش أول مرة ليك معانا في الأشبال. لا لا تاني مرة وإن شاء الله ما تكونش آخر مرة. إن شاء الله نستضيفك بقى وأنت مكسر الدنيا مع الدرجة الأولى إن شاء الله. إن شاء الله. نبتدي مع محمد رضا من على يميننا. كم سنة دلوقتي في النادي الأهلي يا محمد؟ انا والله كابتن من مؤسسين النادي تقريبا بقى لي 13 سنه كده. ما شاء الله دخلت انت ولد صغير بقى. من 2008 تقريبا بدات في اكاديميه النادي، قعدت سنتين. كان عندك كام سنه وقتها؟ كان عندي 6 سنين بالظبط. قعدت سنتين لغايه 2010 كده. في الوقت ده كان فريق 2002 بيتكون عندنا في النادي، فالحمد لله كنت واحد من الناس اللي موجوده بس. ومن ساعتها بقى يعني في تصفيه كل سنه، في ناس بتدخل على الفرقه، في ناس بتطلع، ناس بتمشي، انا الحمد لله يعني موجود. كويس. فده نجاح بالنسبه لي ان انا لغايه دلوقتي لسه موجود. اخرهم طبعا لما فريق 2002 اتلغى وطلعنا من 2001. انت مواليد 2002 صعدت مع 2001. دي كانت اخر تصفيه بالنسبه لنا. كان مستر مايكل وكابتن ياسر رضوان، الحمد لله كان كنت من اول الناس اللي طلعت يعني من 2001. دي صورتك كنت صغير؟ شفت هتلاقي كل الجديد عندنا هنا في برنامج الاشبال. مين اللي رشحك وانت في الاكاديميه علشان تنضم لقطاع الناشئين؟ كان كابتن عبد النبي عاشور، كابتن احمد عبد الباقي، كانوا هم ساعتها اللي موجودين في الاكاديميه، وكان كابتن احمد سمير هو اللي ماسك فريق 2002 في الوقت ده.
بس يعني مش عايز انسى حد طبعا، في ناس كتير عدوا عليا، ناس كتير جدا يعني في الفتره دي، فتره مش قليله طبعا 13 سنه يعني. بس يعني وهدفي ان شاء الله ان انا افضل مكمل لغايه الدرجه الاولى باذن الله يعني. ان شاء الله يجي لك الفرصه ان شاء الله مع كولر وتمسك فيها ان شاء الله واحد من العناصر الاساسيه. عبد الرحمن مانو من اللعيبه المميزه جدا، بتلعب في نص الملعب، ديفندر في نص الملعب. انضميت لنادي الاهلي وانت عندك كام سنه الاول؟ انضميت للنادي الاهلي وانا 9 سنين. 9 سنين ما شاء الله. فدلوقتي بقى لي داخل. مين اللي وداك النادي الاهلي؟ كان عن طريق الاختبارات. اختبارات ما حضرتش الاكاديميه الاول؟ لا لا، زي محمد رضا. لا لا، كان عن طريق الاختبارات دخلت، كان كابتن عبد العزيز عبد الشافي اللي موجود وقتها. بعدها اختارني ودخلني وسط الفرقه، كان وقتها كابتن مشير حنف اللي ماسك الفرقه وتولي زمام الامور يعني. بعدها جه كابتن ياسر رجب، وبعدها بدات العب او داخل دلوقتي في 15 سنه موجود في النادي الاهلي. دي مباراه الاهلي والزمالك اللي احنا زعناها لكم كانت من كام يوم، فاز النادي الاهلي 2-1، دي بعض اللقطات منها. عبد الرحمن مانو شارك من اول المباراه واحرز هدف، ومحمد رضا نزل في الشوط الثاني وادى اداء رائع. شايف التجربه واحنا بنذيع مباريات الاهلي لقطاع الناشئين، وبدات الناس تعرف كل القطاع دلوقتي، كل اللعيبه موجوده في قطاع الزمان؟ لا، دي طبعا فرصه لتسويق لعيبه النادي الاهلي. انا شفت متابع حلقه، ده الهدف بتاعك الهدف الاول. فزي ما بقول لحضرتك، انا دي فرصه للعيبه تسوق نفسها، دي فرصه الناس دي تظهر، النور يجي عليها، تبان، يبقى سهل. حتى زمان كانت الماتشات بتتلعب في الجزيره، فكان سهل التواصل يعني المدير الفني يشوف بالظبط. لكن دلوقتي لا، التصوير ده سهل، المدير الفني الدرجه الاولى يشوف اللعيبه دي، يتفرج عليها، خصوصا المدربين دلوقتي في الدرجه الاولى، اي مدرب بيجي بيهتم ويبص ويتابع الحاجات دي، تسهل له اكتر ان هو يشوف بعينه ويتفرج على اللعيب. فتجربه طبعا تجربه محترمه وجديده يعني، ما شفناهاش قبل كده يعني. كويس. رضا مانو بيقول كان زمان المباراه تلعب في الجزيره فسهل المدير الفني يشوفها. النهارده احنا بدانا نذيع المباريات، كولر جالكوا المباراه كمان، كولر اصطحب الجهاز الفني، كابتن سيد عبد الحفيظ، اعضاء مجلس اداره كانوا موجودين. فالنهارده كان في يعني حضور كبير جدا للمباراه، شفت حضور الجهاز الفني وكولر ازاي؟ والله يا كابتن دي حاجه اكيد كويسه جدا طبعا، بس كانت عامله علينا ضغط بصراحه قبل الماتش. حتى كابتن شريف يعني اول مره نعيش الاجواء دي، ان الناس كلها جايه تتفرج علينا الماتش، بس المفروض تبقى حافز يعني. انا طبعاً اختلف طبعاً معاك في الكلمه شويه، تبقى حافز ودافع ان انا النهارده جايين يتفرجوا عليا، فانا عايز اعرض بقى البضاعه زي ما بقول يعني. اكيد اكيد دي حاجه كويسه طبعا، وخلتنا كل واحد طلع كل اللي عنده. فدي حاجه كويسه جدا. وكابتن شريف قال لنا الناس يعني هتبقى موجوده الفتره اللي جايه كتير، فما تخافوش، كل واحد يطلع اللي عنده، عشان يعني الدنيا تبقى سهله فوق ان شاء الله يعني. اكبر عدد ممكن يطلع مننا يعني. النهارده حصل في كلام بعد المباراه، كابتن شريف عفضيل قال لكم ايه بعد المباراه بعد فوز على الزمالك؟ والله كابتن شريف قبل الماتش الاول المفروض كنت هبدا. هو قال لي، جه كلمني وكده، قال لي انا مش هبدا بيك النهارده. انا طبعا عايز العب في 3 في نص الملعب. انا كنت زعلان جدا طبعا، عشان ماتش زي ده كنت مستنيه طبعا وكده. بس فهو جه اتكلم معايا قال لي انا مش هبدا بيك النهارده. بس انا بقى بعض اللقطات لما نزلت عملت شغل يعني، شغل هايل في الشغل. هو اتكلم معايا بعدها، قال لي شفت، انا يعني ما كنتش معادك، انا كنت معادك لسبب معين، ان انت هتنزل، انت بتنقلنا من ورا لقدام دايما، الشوط الثاني بيبقى فيه مساحات اكتر على طول يعني، فانا مش هعمل حاجه تضرك. بس يعني الحمد لله. مانو يعني قليل جدا لما تشوف لعيب نص ملعب ومدافع وبيسجل. في مباراه الزمالك سجلت، خدت مكان احساس الهداف. يا ريت نعرض الهدف الاول، هدف الاول للنادي الاهلي احرزه عبد الرحمن اشرف مانو، هدف من الاهداف الحلوه، كان بالراس وكان فيها متابعه. اتفضل معانا الهدف يا سمير. طيب هيقول لك يعني طلباتك اوامر، الهدف هيكون بعد ثانيه موجود دلوقتي. كانت تعليمات من كابتن شريف في الكره الثابته. هي اصلا لحضرتك تابعت الكوره من البدايه. هي تركه متفق عليها كابتن شريف، تتعمل على البعيده وانا بكمل. حتى لو حضرتك تابعت جون الاسماعيلي هو نفس الشكل. هنجيب لك جون الهدف الاسماعيلي، هدف من الاهداف العالميه لاحرزه عبد الرحمن اشرف معانا. فهي التركه معموله عشان الحته دي، عشان الفولو. لما الكره تروح على البعيده انا بدخل بكمل، ببقى انا كاني الفروت. ف
فلكن نرجع للحته حضرتك بتتكلم عليها ان انت يعني مش كتير بتشوف لعيب نص ملعب وبيجيب جوان عنده حس التهديف بالظبط يعني لما بيدخل ال 18 بيبقى ممكن تلاقي الكره فوق الكره تحت عنده ممكن ايوه فممكن دي انا اكتسبتها بشكل كبير في اعارتي لفيوتشر اشتغلت عليها بشكل كبير هناك. هناك كابتن علي ما بيحبش النص ملعب التقليدي كويس. لا انت لازم ليك دور هجومي زي ما ليك دور دفاعي لازم ده ولازم ده فلازم يكون عندك الحتتين لا طب ده هدف الاسماعيلي هدف الاسماعيلي المباراه اللي فزتوا على الاسماعيلي منذ ايام قليله بثلاثيه ده هدف عبد الرحمن اشرف منو هدف من الاهداف العالميه لما تلاقي لعيب وسط ملعب ومدافع يحرز الهدف بالمهاره دي فلا عنده حس تهديف هدف من الاهداف الحلوه والله يا كابتن هو في الاول وفي الاخر ده توفيق من ربنا الحمد لله لكن زي ما بقول لحضرتك ده ممكن تعب فتره كبيره وربنا بيكافئك بالحاجات الصغيره دي لكن هو في الاول هو الفرقه هي اللي بتكمل الواحد ان هو يعمل يوصل للنتيجه دي فلو حضرتك تابعت الكوره زي ما بقول لحضرتك هي تركه ده شغل كابتن شريف وبترجع خطوتين كمان ورا عشان يعني ولا احسن مهاجم ايوه كابتن اتعلم من حضرتك ولا احسن ده خلي بالك ده جون زي جون اللي احرزه البرازيل في كاس العالم جون ريتشارلسون تشارلسون غالبا معظم الناس شبهته بيه لكن انا بقول لحضرتك احنا الحاجات دي بنكتسبها من حضراتكم والفرجه على حضراتكم لكن هي في الاول وفي الاخر هو توفيق وزي ما بقول لحضرتك هي بس الفكره كلها ان هي مجموعه اشتغلت عشان توصل في الاخر للنتيجه دي فده بيرجع الاول والاخر على زمايلي اللي قدروا ينفذوا شغل الكابتن شريف وفكر الكابتن شريف زي ما قلت لحضرتك دي تريكه متفق عليها وجونين اهو ورا بعض في ماتشين وفي كرات ثابته في كرات ثابته هي نفس الكوره لو هما رجعوها تاني هتلاقي ان نفس التريك معموله في الجونين في جون الزمالك وجون الاسماعيلي هنجيب هدف الزمالك معانا احنا زعنا المباراه هنا هيكون معانا دلوقتي رضا قول لي ابرز التعليمات اللي دايما الكابتن شريف عبد الفضيل حريص ان هو دايما يوجهها لك في التمرين والله يا كابتن هو كابتن شريف مجتهد جدا بصراحه يعني دايما محاضرات دايما شغل تكتيك كتير ودي الحاجه اللي بتخلينا شكلنا كويس في الماتشات يعني زي ما حضرتك عارف احنا اخر خمس ماتشات والجون بتاع الزمالك طبعا والجون بتاع الاسماعيلي لا ده نتيجه شغل يعني ده ما بيجيش كده لوحده طبعا في التمرين بنشتغل على الحاجات دي كتير جدا جدا يعني دي اكتر حاجه بياكد عليها شغل التكتيك اللي هو قبل الماتش بس فهو دايما مركز معانا وعايز يخلينا نوصل لحاجه كويسه يعني دايما بتتابع ماتشات الدرجه الاولى طبعا مين اكتر لعيب بيعجبك في الدرجه الاولى اكتر لعيب في الدرجه الاولى قفشه بحب قفشه جدا عشان بيلعب في مكان 10 لا انا بحبه هو لعيب كوره جامد جدا طيب يعني ايه اللي بيعجبك في قفشه عشان انت بتعلم دي اللي انت لعبها دي يا محمد رضا صح كره انت في مركز 10 بصوا شايف عبد الرحمن مارو دخل برده ال 18 ودايس عايز يكمل ويجيب هدف عندك الحته دي يا مون ايوه انا زي بقول لحضرتك التكمله دي النهارده انت لازم تبقى نص ملعب عصري بتتفرج الناس بره والديفندر بره بيجيب اجوان وبيكمل ده حلو برضو الهدف ده محمد رضا دي مباراه البنك الاهلي ماتش البنك الاهلي هدف برضو من الاهداف الحلوه والتكمله دخول ال 18 زي ما بقول لحضرتك نص ملعب دلوقتي مطالب ان هو يكمل ومطالب ان هو يسجل اهداف لان لازم تبقى لعيب عصري بتواكب الوقت اللي احنا فيه فانت النهارده لازم تكون انت بتسجل اهداف وبتدافع مش بس مقتصر انك راجل بتقطع الكره وتسلم لا الكره دلوقتي بقت متطوره لازم انت تكمل ولازم تكون موجود وليك دور هجومي زي ما ليك دور دفاعي زي ما قلت لحضرتك هروح لفاصل وبعد الفاصل هعرض لك بقى ايه هدف الزمالك عشان نشوف التكمله الهجوميه وايضا نستمتع بلقطات واهداف محمد رضا ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد محمد رضا وعبد الرحمن منو ما شاء الله الاعداد عامل لكم شغل حلو قوي النهارده عشان اثنين نجوم وان شاء الله يعني الفتره اللي جايه نشوفكم مع الدرجه الاولى منو شايفك وانت بتحمل كاس الرابطه السنه اللي فاتت لعبت نص مع النادي الاهلي طيب قبل ما نروح للرابطه زي ما وعدناك هدف الزمالك فوز على نادي الزمالك ده الهدف الاول وهدف الاسماعيلي هدف الاسماعيلي من الاهداف العالميه وفي نص الشاشه الشمال هدف الزمالك لو اتفرجت حضرتك زي ما بقول لحضرتك هي تركه لو الجون اتعاد هتلاقي ان التركه الكره بتعمل على البعيده وانا بقطع على الكره الثابته بالظبط فهي نفس هدفين زي بعض
على البعيده وبتدخل ال 18 تاني وانت التكمله وانا التكمله والرؤيه بالظبط. بس كويس انك بتكون محضر نفسك في كل لعبه سواء بالرجل سواء بالراس مجهز نفسك بالظبط. وانا بقول لحضرتك لما تكون انت عارف ان هي تريك هتتعمل عشانك انا زي ما لحضرتك كابتن شريف بيعيدها في التمرين اكتر من مره فانت بتبقى عارف ان التريك كلها معموله عشانك عشان انت هتكمل هتجيب جول فبس توفيق ربنا ربنا بيكرمك ويديها لك زي ما حضرتك بتشوف تلعب مره واثنين وانت اللي تجيبها فالحمد لله يعني تمام. رضا طلعت مرات مع الدرجه الاولى قبل كده؟ اه كابتن السنه اللي فاتت طلعت تمرينه كان مع مين؟ موسيماني؟ اه مع مستر موسيماني. الاجواء كانت كويسه جدا طبعا. الحاجات دي طبعا بتديك ثقه في فرقتك. يعني كانت حاجه عايز تتكرر تاني هتتكرر ان شاء الله تتكرر باذن الله. خلي بالك احنا دلوقتي بنقول الدنيا قريبه. كولر لما يجي النهارده كان ممكن يتفرج من الجزيره، الراجل جه النهارده وجه مدينه نصر وقعد في الملعب عشان يشوف اللعيبه كلها بالزبط. يبقى كله ده معني. وزي ما شفنا بطوله الرابطه السنه اللي فاتت هنشوف السنه دي ممكن لو بطوله الرابطه وقيمتها هتبقى في فرص ثانيه اكيد يا كابتن ان شاء الله. هو كابتن شريف اصلا يعني هو بصراحه بيساعدنا جدا في الموضوع ده. يعني هو شغال معانا السنه دي عشان الحته دي كويس عشان الدرجه الاولى. انت دلوقتي عندك 20 سنه انا جاي اسوقك. وهو دايما بيقول لنا الناس جايه تتفرج عليكم الناس مهتمه بيكم جدا. فهو عايز يشوفنا في المكان ده يعني وفي ظهرنا دايما. وهو في ظهرنا دايما يعني. مانو نص الرابطه لعبت مع الاهلي والنص الثاني لعبت مع فيوتشر وتوجت ببطوله الرابطه. والله يا كابتن انا بس بطوله الرابطه دي ليها يعني حاجه خاصه كده جوايا يعني كانت هي الحمد لله شاركت فيها. شاركت فيها مع الاهلي في في ثلاث ماتشات دي الصوره مع الكاس. فالحمد لله خرجت لعبت كملت النص الثاني مع فيوتشر ربنا كرمني في النص الاول مع الاهلي مع الشباب اللي لعب وخد فرصه اديت اداء رائع والناس اثنت عليك كمان. والله والله يا كابتن في الوقت ده كان كله بدعم مستر موسيماني طبعا دعمني في وقتها بشكل كبير حتى هو نفسه اللي اداني في المؤتمر الصحفي بعد الماتش هو اللي اهداني رجل المباراه. فدي كانت حاجه كبيره وكان اول ماتش ليا رسمي مع النادي الاهلي. فكانت ده دافع كبير طبعا انك تخرج. لما خرجت مع فيوتشر شاركت في 14 ماتش لاول اعاره ليا في 6 شهور فدي كانت برضو انا بعتبرها يعني ناجحه. كان نفسي اكمل لكن النادي ليه رؤيه ثانيه فطبعا انا بحترمها واحنا انا منتظر يعني باذن الله مهيئ نفسي غالبا ممكن اخرج في شهر 1 اللي جاي. فلسه انت عموما تحت امر النادي الاهلي طبعا تحت امر النادي الاهلي في عاره موجود النادي الاهلي الدرجه الاولى كولر طلبك موجود وجاهز طبعا احنا ده الاساس. فاحنا مش هنفكر في بره قبل هنا صح. النادي الاهلي هو بيتنا كلنا واحنا اللي اتربينا فيه. بقول لحضرتك بقالي داخل في 15 سنه في النادي الاهلي فالطبيعي لما النادي الاهلي يقول لي انت هتقعد انا تحت امر النادي الاهلي هتخرج انا تحت امر النادي الاهلي في اي وقت من الاوقات. فزي ما بقول لحضرتك انما عارتي مع فيوتشر استفدت منها بشكل كبير جدا جدا. بس حبي في ان انا اخرج تاني ان انا اخد خبرات مع احترامي لبطوله الجمهوريه ايا كانت ولكن الاحتكاك في الاحتكاك في الدرجه الاولى مختلف مختلف ودوافع اكبر ممكن وانت في سنك الصغير تروح منتخب مصر فهي دي الدوافع في الاول وفي الاخر كله بيصب في مصلحه النادي. حقيقي عاجبني جدا كلامكم وشخصيتكم بتمثل شخصيه النادي الاهلي. رضا قول لي مين لما طلعت مع الدرجه الاولى اتمرن مين اول واحد استقبلك في الدرجه الاولى؟ كان كريم فؤاد. كريم ما شاء الله كريم دلوقتي بيمر بافضل فتراته مع النادي الاهلي دلوقتي. لعيب مجتهد جدا يا كابتن حتى هو في الملعب كان اكتر واحد بيديني الثقه كان بيتكلم معايا على طول بيقول لي اعمل ايه وكده. فلا شخصيه محترمه قوي يعني هو ماشي كويس قوي الفتره دي ما شاء الله. شفنا دلوقتي مع مستر كولر بعد ما تولى النادي الاهلي شفنا دلوقتي البوزيشن الجديد بيلعب فيه وبيلعب باك رايت بنشوف دلوقتي حاسه التهديف وبيسجل ما شاء الله بيأدي افضل فتراته دلوقتي مع النادي الاهلي. شايف فكره الاعاره ازاي؟ يعني الفكره النهارده عبد الرحمن مانو طلع وخد خبرات شفنا قبل كده محمد عبد المنعم واحد من قطاع الناشئين شفنا قبل كده احمد عبد القادر اللعيبه حته او فكره الاعاره شايفها ازاي؟ هو التارجت دلوقتي بس يا كابتن ان انا ابقى موجود فوق دي اول حاجه كويس. بفكر فيها طبعا. بعد كده فكره الاعاره دي تبقى حاجه كويسه جدا لو انا عن طريق النادي الاهلي عن طريق النادي الاهلي ولو دي حاجه هتخليني ارجع بعد كده العب واظهر بشكل احسن. فدي حاجه كويسه بس يكون التوقيت مناسب. بس كويس مين المدرب في قطاع الناشئين اللي ترك فيك بصمه دايما بتتذكره
تقول ان المدرب ده صاحب فضل عليا وتعلمت منه؟ هما كتير والله يا كابتن، مش عايز انسى حد طبعا، بس في كابتن سامر، سامر عبد الرحمن. سامر عبد الرحمن طبعا من المميزين، كان في 2005 السنه دي بس مشي. كابتن سامر مدرب كبير قوي يعني، وكابتن عمرو، عمرو انور السنه اللي فاتت. مدربين مميزين. كابتن عمرو يعني انا بعزه جدا يعني، مدرب كبير. وكابتن شريف دلوقتي بصراحه، كابتن شريف عامل معانا شغل كويس قوي يعني، وان شاء الله ربنا يكرمنا السنه دي. بيفرجكوا على ماتشات مصارعه ولا حاجه؟ كابتن شريف دمه خفيف، بيحب الجيم قوي. مكان هو لعيب بقى معانا في الاهلي دايما يعني، اللعبه الثانيه بعد كره قدم بيتفرج على المصارعه. فكان من كتر فرجته على المصارعه كان بيمثل علينا احنا المصارعه في التمرين. هو يسيب شعري في حاله بس يا كابتن، عشان هو مش هينزلني التمرين بكره لو ما حلقتش شعري. لازم تقص شعرك؟ طب خلاص عندنا في القناه هنا ممكن تقص شعرك عشان تبقى جاهز بكره للتمرين. مانو قول لي، مين المدرب اللي في قطاع الناشئين او حتى لما طلعت مع الدرجه الاولى ترك فيك بصمه وتعلمت منه كتير؟ والله يا كابتن لو هتكلم فكل مدرب ساب فيها بصمه، لكن التاسيس والنشاه كانت على قد كابتن ياسر رجب. يعني انا لو هذكر اسماء فناس كتير جدا. كابتن ياسر رجب طبعا واحد من ابناء الاهلي، وما شاء الله في قطاع الناشئين في بتروجيت عامل طفره طبعا. طبعا مدرب محترم ومجتهد وبيحب شغله، ودايما بصراحه يعني راجل قريب من ربنا وبيراعي ربنا في شغله. كابتن امين عرابي اول حد عمل لي عقد في النادي، وكنت في سن صغير. كابتن مدحت طه، كابتن عمرو انور طبعا ما اقدرش انساه، ودلوقتي اهو كابتن شريف. انا عايز بس اقول كلمه في حقه بصراحه، كابتن شريف مدرب عصري ومدرب من الناس فعلا اللي قدام ممكن هيبقى ليها شان باذن الله في مجال التدريب ده، لان هو مدرب عصري وبيشتغل على الحتت يعني متطور ومعاصر ومواكب الفتره اللي احنا موجودين فيها والتطور اللي حاصل في الكوره دلوقتي. بس اخيرا عشان وقت برنامجنا، طموحاتك يا مانو مع النادي الاهلي؟ والله طموحاتي ان اكون موجود وسط النادي الاهلي على الاقل الفتره اللي جايه، احقق اكبر عدد ممكن من البطولات مع النادي الاهلي، ده اللي احنا اتربينا عليه جوه النادي الاهلي. فطموحاتي يعني ان انا احقق اكبر عدد من البطولات مع النادي الاهلي. ان شاء الله تحقق طموحاتك وتطلع الدرجه الاولى وتحقق اكبر عدد من البطولات. ايضا محمد رضا، طموحاتك ايه مع النادي الاهلي؟ طموحاتي يا كابتن والله ان انا ابقى موجود فوق يعني على الاقل الفتره دي ان شاء الله. بعد كده بقى نقدر نحقق البطولات اللي احنا متعودين عليها طبعا من واحنا صغيرين. احنا من واحنا ست سنين مفيش حاجه غير البطوله، مفيش حاجه غير المكسب، فدي حاجه كويسه يعني، دي حاجه اتزرعت جوانا من واحنا صغيرين جدا، فاحنا كبرنا عليها، دي مش هنلاقيها في اي حته غير النادي الاهلي طبعا. وانا بقول لكم ان شاء الله الفرصه هتيجي وهتيجي قريب، بس لما الفرصه تيجي انا هكون على اتم الاستعداد طبعا. عشان لما اتحط في المكان المدرب هيعتمد عليا فيه ان شاء الله تكونوا قدها وقدود. ان شاء الله. شرفتنا ونورتنا يا رضا حبيبي. كابتن اسامه ربنا يخليك. شرفتنا ونورتنا يا مانو، كل التوفيق ليك ان شاء الله، وكل التوفيق لمحمد رضا. ربنا يخليك كابتن، شكرا. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وبشكر ضيوفي محمد رضا وعبد الرحمن مانو، واتمنى لهم ان شاء الله كل التوفيق. نشوف حضراتكم ان شاء الله الاسبوع اللي جاي وحلقه جديده من الاشبال.